من الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري المحلي. والبداية ستكون بإرهاب الطرقات، حيث خلف حادث مرور بانحراف السيارة بالطريق الوطني رقم 16 بالقرب من منطقة الكتف ببلدية أمية ونسا بولاية الوادي، خلف قتيل يبلغ من العمر 27 سنة وكذلك جريح، أين تم تدخل أعوان الحماية المدنية التي نقلته للاستعجالات الطبية بثامن ماي بعاصمة الولاية. كثيرا ما تخلف حوادث المرور الخطيرة مأساة الآلاف من العائلات في الجزائر، فعائلة طرفاي عمر القاطنة ببلدية عين والصارة بولاية الجلفة إحدى هذه العائلات التي واجهت الكثير بسبب إقعاد رب العائلة. زكريا مداح وعلي خليفة. عمي طرفاية هو ضحية حادث مرور بعين والسارة في الجلفة، أقعده الفراش وألزمه الكرسي المتحرك. من يومها فقد كل معنى للحياة بعدما لم يعد يقوى على حمل نفسه، فما لك حمل عبء عائلته. من 2002 وانا حد الفراش، راني نعاني وصبر ربي وخلاص. انا راني الله غالب، ما نتقلب وحدي، ما نتقعد وحدي، ما حتى شيء. قعدني العائلة، توكلني العائلة. هذه المعاناة التي يقابلها إيمان أكبر بقضاء الله وقدره يمكن أن تخرج منها هذه العائلة لو تتلقى دعما من قبل أهل البر والإحسان. ها الراديوات هكذا، ولكن قال لك أنا لا حياة لمن تنادي، ما قدرتش. قال لك عندي ربي سبحانه وتعالى، ما عنديش الكتاف، أنني فقير ما عنديش الكتاف، وعاطي له مدة شهر. مدة شهر الصين قالوا له مدة شهر عندك نسبة العلاج 95. فكل ما يتمناه عمي طرفاية إجراء عملية جراحية وتلقي العلاج حتى يتمكن من استكمال مشوار الحياة بحلوها ومرها. ستشرع ولاية جلمة السبت المقبل في توزيع أكثر من 1000 مسكن اجتماعي عبر 16 بلدية عشية حلول شهر رمضان الكريم، وتعتبر هذه العملية الخامسة من نوعها منذ حلول سنة 2016. ستتبعها عملية ثانية نهاية الشهر الفضيل ب 500 سكن. المزيد مع فاطمة زهرة شماخ. ولاية جلمة عرف تسجيل 3400 مسكن، 1100 راهي في طور الإنجاز، والبقية تم تثبيت الأراضي وسيتم الانطلاق فيها من طرف وكالة عدل في القريب العاجل بعد اختيار مقاولة الإنجاز. والأرضيات راهم معروفين، راح يكونوا 3 أقطاب على مستوى الولاية. قبل نهاية سنة خلال الدخول الاجتماعي سيتم الانتهاء من توزيع جميع المفاتيح للسكنات الموزعة قبله. إذن منذ دخول فصل الصيف تحولت حديقة أول نوفمبر بمدينة باتنا إلى مقصد رئيسي للعائلات، نظرا لما تحتويه من ألعاب ترفيهية وأماكن مريحة بعد أن كانت هذه الحديقة مقصدا للمنحرفين. سعيد حريك. بعد أن كانت ملاذا آمنا للمنحرفين، ها هي حديقة أول نوفمبر بمدينة باتنا تتحول إلى مقصد للعائلات وخاصة للأطفال، وهي في أبهى حلة لها. جيت من سكيكدا وعجبني هاد الحفل بزاف، والرحابة والألعاب، عجبني الحفل بزاف. ألعاب ألعاب والحفل. يعني كانوا لي فوي ولي يدوروا لهنا يعني من غير ربي. والحمد لله راهي تحسن دركا. دركا عدنا كي داروا الالعاب تاع الاولاد، عدنا نجيبوا الاولاد صغار لهنا يلعبوا. وازداد اقبال العائلات والاطفال بعد تاجير مصالح بلديه باتنا لمساحات من هذه الحديقه لمستثمرين خواص. لقينا البلاصه هذه شاغره فرغانه، خلاص شغلناها انه حطينا الخيمه هذه، وبالمناسبه يسمى مع الجمعيه فكرنا انه نحطوا المرفق خاص بالعائلات اللي راهي تتواجد على مستوى ولايه باتنا. احنا جبنا الالعاب هذه شريناهم، جبنا درناهم لهنا، خممنا في الاطفال الصغار هذو وفي العائلات الضعيفه اللي ما يقدرش يتنقل المركبات اللي بعاد هذو تاع الترفيه. وحتى الناشطين في المجال الجمعوي وجدوا في حديقه اول نوفمبر مكانا مفضلا لتنظيم مختلف نشاطاتهم. ارتقت المنظمه الوطنيه لحمايه الطفوله والشباب على اختيار حديقه اول نوفمبر للمكان الجميل الذي يحيط مسجد اول نوفمبر. التفاتة بسيطة كشفت مدى تعطش العائلات الباتنية لمثل هكذا فضاءات مريحة ومحترمة.